قبل أسبوعين من موعد الاقتراع الرئاسي في الولايات المتحدة، سرع المرشحان الرئاسيان الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب من وتيرة حملتهما الانتخابية، والهدف هو كسب أصوات الناخبين المترددين. هاريس مشاهدين حاولت إقناع نساء المحافظات في ضواحي ثلاث ولايات متأرجحة في الغرب الأوسط بأن الرئيس السابق ترامب يشكل تهديدا لحقوق الإجهاض والأمن القومي والديمقراطية. في المقابل وفي ولاية نورث كارولينا الشديدة التنافسية، قال ترامب إن الديمقراطيين هم التهديد الحقيقي بسبب التحقيقات الجنائية التي واجهها هو وحلفائه بتهمة محاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020. Understand also what happened in the last few months. أدرك أيضا ما حدث في الأشهر القليلة الماضية عندما أخبرت المحكمة العليا الرئيس السابق بأنه سيكون محصنا ضد أي شيء يفعله في منصبه، في حين كان هناك على الأقل بعض التهديد بالعواقب والمساءلة والذي لم يعد موجودا. ووفقا لوجهة نظر النائبة، تخيل دونالد ترامب بناء على كل ما نعرفه عنه وكل ما نراه الآن وقبل ذلك، تخيلوه بدون حواجز. كل هؤلاء الأشخاص الذين عملوا معه من قبل، أولئك الذين منعوه، الذين حاولوا ضمان التزامه بالقانون، لم يعودوا موجودين. ترامب مشاهدينا حث أنصاره في المناطق التي ضربها الإعصار على الذهاب إلى صناديق الاقتراع على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها. كما قال ترامب إن إدارة الأمريكية الحالية خيبت أمل سكان المناطق المتضررة من إعصار هيلين. بل ذهب أيضا إلى اتهامها بإنفاق الأموال على استقبال اللاجئين غير الشرعيين بدلا من مساعدة سكان تلك المناطق المتضررة. Earlier today, I visited western North Carolina and witnessed the terrible devastation from Hurricane Helene. I was actually here about a week and a half ago, right after, but I didn't want to come into certain sections because I wanted to let them do their job. And our federal government, as you know, and FEMA has really let them down, especially in North Carolina. It's a shame. They spent a lot of money on having illegal people come into our country, migrants, you've heard about it, and there wasn't a lot of money for the people of North Carolina or a lot of the people from a lot of other states that were also devastated by that monster. That was a monster storm.